الكثير من المكائن القديمة نسبيا تستخدم شاشة أو لوحة OP7 كوسيلة تخاطب مع الماكينة. سوف نتعلم كيفية سحب البرنامج من OP7 وتنزيل البرنامج إلى OP7 أخرى عن طريق خطوات بسيطة جدا. أولا علينا تأمين التغذية الكهربائية التي هي 24 فولت من أي مصدر تغذية كهربائية مستمرة 24 فولت. ثم علينا تأمين الاتصال الذي يكون بثلاث خطوط فقط وهي RX, TX و Ground. المنفذ المستخدم للاتصال هو IF1A 15 pin 2 line. الحقيقة لم أتمكن من الحصول على الكابل الخاص بالبرمجة، فقمت بتحوير لكابل سيريال اعتيادي، ولا أنصح باستخدام هذه الطريقة لمن يتمكن الحصول على الكابل الخاص بالبرمجة. نلاحظ أن البنات المربوطة هي فقط رقم 3 ورقم 4 ورقم 12 كجراوند. أيضا يجب تأمين الاتصال بين البن رقم 7 ورقم 8 وكذلك البنات 1 6 4. ثم نقوم بتوصيل الكابل إلى الحاسب الشخصي عن طريق السيريال بورت أو الكم كما هو معروف. بالتالي قمنا بتأمين الاتصال بين الكم في الحاسب الشخصي وبين OP7. نقوم الآن بإعدادات السوفتوير. أولا علينا الذهاب إلى خصائص الكوميونيكيشن بورت عن طريق كليك يمين إلى ماي كمبيوتر بروبرتيز هاردوير ديفايس مانجر، ثم نذهب إلى البورتس كوميونيكيشن بورت، نختار بورت سيتنج، نذهب إلى الأدفانس، نقوم بإنزال البفر إلى أدنى مستوياته للريسيفر والترانزميتر. نلاحظ رقم الكم، ننقر أوكي، نلاحظ البود ريت ثم ننقر أوكي. الآن قمنا بإعداد الكوميونيكيشن بورت. لسحب البرنامج من الـ OP7 نحتاج إلى الـ ProSave، وهو برنامج متخصص بسحب برامج الشاشات والـ Operating Panel. هذا البرنامج موجود مع الـ ProTool أو مع الـ WinCC. التعامل معه سهل جدا. من الـ Device Type نختار OP7، نتأكد من رقم الكم، نتأكد من الـ Baud Rate 9600، نذهب إلى الـ Backup، نختار مسار الفايل الذي نقوم بخزنه مثلا بالـ My Document OP7. يمكن سحب البرنامج كاملا او يمكن سحب مثلا فقط الفيرموير او الريسيبي مثلا. يجب علينا اعداد الـ OP7 ايضا لعمل الداونلود. لتهيئة الـ OP7 لعملية الداونلود او الابلود يجب علينا تغيير المود اوف اوبريشن الى الترانسفير مود عن طريق الذهاب الى السيستم ثم سيستم سيت اب. قد يتغير المسار حسب البرنامج المنصب، ولكن بصورة عامة نبحث عن المود اوف اوبريشن. مثلا في السيستم سيت اب اسهم الى اليمين او الى اليسار الى ان نجد المود اوف اوبريشن كما نرى، فنختار F3 للدخول الى المود اوف اوبريشن. نلاحظ ان المود اوف اوبريشن هو اونلاين. لتغيير ذلك نجد ان علامة الهيلب موجودة، اذا نكبس زر هيلب سوف نجد الرسالة تقول use shift and الأسهم الأعلى والأسفل to select. إذا نخرج من الهيلب، نذهب إلى الشيفت، إشارة الشيفت، نقوم بضغط السهم إلى الأعلى أو إلى الأسفل. نلاحظ عدم توافق الباسورد، نقوم بإدخال الباسورد. الباسورد القياسي المنصب من الشركة أصلا هو 100 أو 100 إذا لم يتم تغيير هذا الباسورد من قبل المبرمج. بعد إدخال الرقم السري أو الباسورد عن طريق كبس زر Enter، نقوم بالتحويل إلى الترانسفير مود عن طريق Shift ثم سهم إلى الأعلى في هذا البرنامج. فالانتقال بين الأونلاين الأوفلاين لترانسفير، بعد ضغط زر Enter على الترانسفير تصبح الصورة في الشاشة ready for transfer. بالتالي قمنا بتهيئة الشاشة إلى نقل البيانات. نعود إلى البروسيف بنقر start backup، فإن البيانات تنتقل بين الشاشة وبين الحاسبة كما نلاحظ ذلك. هذه الصورة تظهر على الحاسبة وهذه الصورة تظهر على الشاشة، حيث يظهر خط منقط دلالة على انتقال البيانات بين الـ OP7 والحاسبة. هذه العملية قد تستغرق وقت طويل نسبيا 10 دقائق أقل أكثر. لتأمين سلامة العملية نقوم بنقر كليك يمين إلى الديسكتوب، ثم نذهب إلى الـ Properties، نختار Screen Saver، ثم نذهب إلى الـ Power. نتأكد من أن الـ Turn Off Hard Disks
never والسيستم ستاند باي never، وبالتالي نضمن بقاء الحاسبة تعمل أثناء عملية نقل البيانات. أكيد في هذا العرض لن نبقى كل هذه المدة في انتظار اكتمال التحميل، بل نذهب إلى الخطوة التالية. فعند اكتمال العملية تظهر النافذة the command was successful، بالتالي تم تحميل البرنامج من الـ OP7 إلى الحاسبة. نلاحظ هذا البرنامج في الـ My Document كما قمنا بخزنه، وهو بامتداد .psr وهو لا غير قابل للفتح، بل يمكن فقط تحميله إلى الـ OP7. الآن لمسح البرنامج الموجود في الـ OP7 نكبس الأزرار الثلاثة Escape والسهم اليمين والسهم الأسفل سوية، ثم نقوم بتشغيل اللوحة أو الـ OP7. نلاحظ ظهور علامة Erase Flash على الشاشة. عند رفع الأصابع عن هذه الأزرار الثلاثة Escape السهم اليمين والسهم الأسفل، الـ OP7 في وضع الترانسفيرم. الآن من البروسيف نختار ريستور، ثم نختار مسار الفايل الذي نقوم بنقله إلى الشاشة وهو .psr، نوعية الانتقال فيرموير أو ريسيبي أو كومبليت باك أب، ستارت ريستور. الآن البيانات يتم نقلها بين الـ OP7 وبين الحاسب. بعد اكتمال عملية نقل البيانات فإن الـ OP7 تنتقل إلى وضعية التشغيل أونلاين كما نرى أمامنا. تعلمنا كيفية سحب برنامج الـ OP7 وتنزيل برنامج إلى الـ OP7 عن طريق الـ ProSave المتخصص في نسخ برامج الشاشات. شكرا لإصغائكم والسلام عليكم.